ويقول فضيلة الشيخ: أنا أنام مبكرا ولكني لا أقوم لصلاة الفجر غالب الأيام، علما بأنني أنام مبكرا، فماذا أفعل؟ أنا أدري التبكير، أو أن التبكير قبل الفجر نصف ساعة ولا نصف ساعة، كثير ما أدري يعني. لو نمت مبكرا بعد صلاة العشاء لا أخذت حظك من النوم وقمت آخر الليل. نعم.